أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم ونبدأها معكم بأبرز العناوين. صندوق تحيا مصر يطلق 5 وحدات طبية متنقلة لدعم مبادرة نور حياة للكشف عن ضعف الإبصار. اجتماع الدورة العادية 151 لوزراء الخارجية العرب لمناقشة عدة قضايا. وموسكو ودمشق تطالبان واشنطن بتحرير المحتجزين بمخيم الركبان السوري. ننتقل إلى تفاصيل الأنباء. أعلن صندوق تحيا مصر توفير 5 وحدات طبية متنقلة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار. وأوضح المدير المالي والإداري للصندوق أن الوحدات المتنقلة ستساعد الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي يصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون، وذلك في 5 محافظات هي الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر. شهد دكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قها للصناعات الكيماوية وشركة أكوا سويس السويسرية للتعاون في مجال إنشاء محطات تحلية المياه. ويشار أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. من جانبه أكد رئيس الشركة السويسرية على قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لشركة قها في هذا المجال، وأنها سوف تساهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة بأسعار اقتصادية تنافسية من خلال تصنيع مكونات المحطات محليا. أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر ستستمر في مواجهة الإرهاب بالتعاون مع أشقائها العرب حتى دحر خطره نهائيا، مؤكدا على ضرورة المقاربة الشاملة وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب والتي عقدت في مقر الجامعة العربية. كما أكد شكري على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة ورفض أي إجراءات أحادية تحدث أي تغيير على أرض الواقع. ويستؤكد مصر على دعمها الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة ورفضها لأي إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض، فإنها تشدد أيضا على أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من 17 عاما، فلا زالت تلك الصيغة تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع. إن مصر ستستمر مع أشقائها من الدول العربية المحاربة للتطرف والإرهاب في مواجهة لا هوادة فيها حتى دحر هذا الخطر تماما ونهائيا من منطقتنا. إلى أخبار الاقتصاد. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة دكتور خالد شريف نائب رئيس البنك. وخلال الاجتماع أكد مدبولي على اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار
وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. من جانبه أشاد نائب رئيس البنك بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أهلها لأن تكون قبلة الاستثمار الأولى في أفريقيا في عام 2018. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وعقب التوقيع أشار دكتور علي المصرحي وزير التموين إلى أهمية الاتفاقية، إذ أنها تؤكد على دور الوزارة في ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة، وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار. أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار أنه يجري حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في القاهرة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط. وأوضحت نصر أنه من المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عددا من المشروعات في مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيوتكنولوجي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم في توفير نحو 208,000 فرصة عمل، كما تجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه. أشاد مهندس عادل صقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجهود الحكومة المصرية والإنجازات التي تحققها في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز، والتي ستؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة. جاء ذلك في كلمة له في افتتاح المؤتمر العربي الإقليمي الثاني تحت عنوان كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ولمدة يومين برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية. واقتصاديا أيضا، سجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3,400,000,000 جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.58%، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.2%. وامتدت التراجعات إلى المؤشر المئوي الأوسع نطاقا الذي خسر بنسبة 0.11%. دعت كل من موسكو ودمشق الولايات المتحدة لتحرير سكان مخيم الركبان واصفة إياهم بالمحتجزين بشكل غير قانوني. جاء ذلك في بيان مشترك للمركز الروسي السوري لتنسيق عودة اللاجئين. وأضاف البيان أن روسيا وسوريا تدعوان الجانب الأمريكي لتحرير قاطين مخيم الركبان المحتجزين بشكل غير قانوني وتأمين حقهم بالخروج إلى أماكن إقامتهم الدائمة وتقديم ضمانات لمرور آمن للقوافل المساعدات الإنسانية عبر منطقة التنف المحتلة بطريقة غير قانونية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن مكافحة الإرهاب لن تتحقق بالوسائل العسكرية فقط، ولابد من تعاون دولي وإقليمي للقضاء عليه. وأضاف صالح في كلمته خلال ملتقى السليمانية الدولي أن النصر الذي تحقق ضد تنظيم داعش في غاية الأهمية، لأنه قضى على الخلافة المزعومة وتم تحرير الساحة العراقية من وجود داعش العسكري، إلا أن هناك بعض البؤر لهذا التنظيم لا تزال باقية على الساحة السورية وهي في طور الانتهاء. أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قريشي عن امتنانه لتدخل الولايات المتحدة في الوقت المناسب
وسط تصاعد حدة التوترات بين باكستان والهند. وأوضح قريشي في تصريحات إعلامية أنه يقدر عرض الصين للتوسط بين إسلام آباد ونيودلهي ودعوتها لإجراء حوار بين البلدين، مضيفا أن التوترات الأخيرة بين بلاده والهند آخذة في التراجع، كما قررت باكستان أن ترسل مفوضها السامي إلى نيودلهي مجددا بعد إجراء مشاورات. إلى أخبار الرياضة، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة استعدادات المحافظات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل. وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الجيدة للجان التي شكلت من قطاعات الوزارة للنزول مبدئيا للمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للخروج بهذا الحدث المهم بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية. يلتقي بورتو البرتغالي فريق روما الإيطالي في العاشرة مساء على ملعب ألدرغاو، وذلك ضمن منافسات إياب دور 16 من بطولة دور أبطال أوروبا. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما على بورتو بهدفين مقابل هدف على ملعب الأولمبيكو. وفي إطار البطولة نفسها والتوقيت ذاته، يلتقي باريس سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد على ملعب حديقة الأمراء، هذا وقد انتهت نتيجة مباراة الذهاب بخسارة مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب أولد ترافورد. وأما عن الأحوال الجوية، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21، وادي النطرون 8-21، الإسكندرية 8-19، مطروح 7-17، طنطا 11-19، المنصورة 6-23، دمياط 12-18، بورسعيد 12-18، الإسماعيلية 8-21، السويس 10-20، سانت كاترين 2-16، شرم الشيخ 14-25، الغردقة 13-26، المنيا 7-22، أسيوط 8-23، سوهاج 8-24، قنا 8-25، الأقصر 10-26، أسوان 10-27، شلاتين 13-26، وفي حلايب الصغرى 15 والعظمى 23. ختاما لجولتنا الإخبارية، إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. صندوق تحيا مصر يطلق 5 وحدات طبية متنقلة لدعم مبادرة نور حياة للكشف عن ضعف الإبصار. اجتماع الدورة العادية 151 لوزراء الخارجية العرب لمناقشة عدة قضايا.
وموسكو ودمشق تطالبان واشنطن بتحرير المحتجزين بمخيم الركبان السوري. وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا لكم وإلى اللقاء.